أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا كريم. السلام عليكم أيها الحضور الكريم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على الشهداء، السلام على عوائل الشهداء، آباء الشهداء وأمهات الشهداء، أزواج الشهيدات وزوجات الشهداء، على أبناء الشهداء وبنات الشهداء الذين صبروا واحتسبوا وعلى الله توكلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم بما صبروا جزاء الصابرين. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم المباركات يذكر الله الشهداء ويعلي شأنهم ويبين مقامهم العظيم. وفي الروايات أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين الكثير الكثير من الروايات الواردة في فضل الشهداء، بل حتى أننا نجد في روايات أهل البيت وفي أدعيتهم أنهم يطلبون الشهادة ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يختم لهم بالشهادة، كما في دعاء سيدنا ومولانا الإمام المنتظر: اللهم عجل فرجه الشريف، حيث يقول: وقتلا في سبيلك فوفق لنا. وما ذاك إلا لما للشهادة من درجة عظيمة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله فقط، يعني هاي روايتين أقرأهم من باب اللهو والتبرك، وإلا الروايات في فضل الشهادة والشهداء مستفيضة جدا، بل في فضل الشهادة والشهداء متواترة، ما في أحد ينكر من المسلمين ومن الناس بأن ما للشهادة من فضل وما للشهيد من فضل ومن درجة عند الله سبحانه وتعالى. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر. يعني كل ما يقدم الإنسان من عمل الخير تعمل بر، ولكن حتى يصل إلى أن يقدم روحه في سبيل الله، يقدم نفسه في سبيل الله، فليس فوق ذلك من بر، لأن أغلى ما يملكه الإنسان ما هو؟ روحه التي بين جنبيه. فإذا قدمها في سبيل الله فهذا ليس وراءه بر، لأن هذا أعلى ما يمكن أن يقدمه الإنسان. وروي عنه أيضا عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أنه قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا. إذا الإنسان دخل إلى الجنة، القرآن الكريم يقول شنو فيها؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على، يعني من النعيم ما لا يمكن أن يدركه الإنسان وهو في عالم الدنيا. ثم بعد إذا وصل إلى هذه الرتبة التي ينبهر بها
المؤمن وهو في ذلك العالم، مو في هذا العالم، في ذلك العالم ينبهر بها، بعد يريد يرجع؟ أبدا لا يريد الرجوع، يعتبر الدنيا هذه شنو؟ لا شيء أمام ذلك النعيم. يقول فقط فئة واحدة، فقط فئة واحدة تتمنى أن تعود إلى الدنيا، وهم الشهداء. فيقول صلى الله عليه وآله: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، مو الفقراء ها، وإنما الكلام عن عليكم السلام شيخ حفظكم تفضل. شوفوا هذا شنو عنده، شنو يملك، اللي ما يريد اللي يتمنى يرجع، اللي ما يتمنى يرجع إلى وإن له ما على الأرض من شيء غير الشيء، يعني رجعك ولك ما تشتهي على الأرض، قل لا أبقى في الجنة، فقط شنو؟ فقط الشهيد. قول غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع، لماذا؟ فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، لما يرى من كرم الله سبحانه وتعالى عليه، وما يجعله الله فيه من مقام، فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا ولكن ليعود إلى الجنة شهيدا. فهذه مقدمة لنقول لأحبتنا وإخوتنا وأخواتنا آبائنا وأمهاتنا: هنيئا لكم أن اصطفاكم الله وجعلكم من عوائل الشهداء. تبقى في القلب حرقة الفراق، لكن حينما يؤمن الإنسان بأن ابنه وصل إلى هذا المقام فإنه ماذا يغبطه؟ يقول أسأل الله أن يختم لي بما ختم له. بعد أكثر من هذا، الإنسان يحب لابن الخير، يحب لدويه الخير، ابنا أبا زوجة بنتا، فمن يذهب شهيدا فإن الله اصطفاه، كما ذكر أخونا الكريم بأنه ماذا؟ الشهادة ثوب. إحنا كنا نفصل جسمنا ونفصل نفسنا على ذلك الثوب، نحاول أن نعدل مقاييسنا على ذلك الثوب، فهذا اصطفاء من الله. النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها غير المقدمة، أن الموقف المبدئي الذي يتخذه الشهيد قبل الشهادة وقبل لحظة الشهادة ليس موقفا وليد اللحظة. قبل الشهادة الإنسان يكون في موقف، قد يكون هذا الموقف موقف عصيب، موقف تمحيص، موقف يكون الإنسان فيه في امتحان، يصبر أو لا يصبر، ماذا يختار؟ الذين اصطفاهم الله للشهادة يختارون الشهادة، هذا الاختيار مو اعتباطي، أنه يختار الشهادة مو اعتباطي هكذا وليد الموقف وليد الفجأة، لا، هذا له شنو؟ له خلفية. الذي يدفعه لاختيار هذا الموقف المبادئ الراسخة عند الإنسان التي تجعله يؤمن إيمانا جازما قاطعا بأن خيره في هذا الموقف. أنقل مثالين من التاريخ، كلكم هذا المثال في كل سنة تسمعون هاي المثال. مثال عن عمر بن سعد، ومثال عن الحر بن يزيد الرياحي، كلاهما تعرض لنفس الموقف تقريبا، لكن ما الذي يجعل
عمر بن سعد يختار الدنيا، وهو يعرف من يقتل، يقتل الإمام الحسين. يعني هذا مو جاهل، مو مغفل، مو مثل الذين شوشهم وغبشهم الإعلام الأموي وصور لهم أن الحسين عليه السلام خارجي. لا، هذا مو مغفل، هذا مو مثل هؤلاء الذين يحشون أدمغتهم ببعض الكلمات ويروح يفخخ نفسه. لا، ده يعرف الحق وين والباطل وين. لكن لماذا لم يختر الحق؟ لماذا لم يختر أن يكون في صف الإمام الحسين؟ لأن خلفيته الفكرية، خلفيته العقدية، المبادئ التي كان يغذي نفسه بها لا ترقى لأن يختار أن يكون في صف الإمام الحسين، وإنما كانت تنسجم مع أن يختار الدنيا. فلا يمكن أن يختار أن يكون مع الإمام الحسين. بينما الحر بن يزيد الرياحي لأنه ربى نفسه على حب الله، ربى نفسه على حب الحق، ربى نفسه على أن يكون في طاعة الله، فحينما عرف الحق وأبصر الحق أين؟ اختار الحق. إني أخير نفسي بين الجنة والنار. لكن لأنه يملك مبادئ تؤهله أن يختار الجنة على النار، فلم يختار النار، مع أنه كان قائدا من قواد الجيش، وكان بالنتيجة شنو ممن سيحظى بالجوائز، لكنه اختار أن يقتل في سبيل الله وهو يعلم أنه سيقتل. فإذا هذه مسألة مهمة جدا. لا يتصور أحدنا أنه إذا صار في موقف هذا الموقف يختار الشهادة أو يتراجع أنه سيختار الشهادة إلا إذا ربى نفسه على ذلك. إذا ما ربى نفسه على هذا الأمر فإنه في موقف التمحيص لن يكون ممن يصطفيه الله في هذا الشأن. وهنا ولهذا الأمر أن المبادئ التي يحمله الإنسان والأفكار التي ربى نفسه عليها وآمن بها لها أثر عليه، نجد أن شهيدنا الغالي وبحسب ما نقل عنه أبى إلا أن يردد ذكر الله سبحانه وتعالى عند المحنة والعسرة. في الموقف العسر، في موقف المحنة، في الموقف الامتحان، كان رافعا صوته بذكر الله كما كان ينقل من كانوا في تلك المحنة، حتى ارتفعت روحه لبارئها وهو يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. هنيئا له، صابرا محتسبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره ويحشر شهداء الإسلام، شهداءنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وآله والصالحين. موقف آخر له وأختم به، لأن أخونا وحبيبنا قال كلمة قصيرة.
الذي جعله في هذه المحنة الكلمة الصادقة حين ماذا؟ حينما صمت الكثير. هو قال كلمة حق، ولعله كان يعلم أو لا أقل يظن ظنا كبيرا بأنه يتعرض لمثل هذا المصير، مع ذلك قال كلمة حق، لأن هذا منطلق من ما كان يملك من مبادئ، ما كان ربى نفسه عليه من قيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالشهادة، وأن يجعلنا ويحشرنا في زمرة الشهداء. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل شيخنا ومن معه ويجعلنا جميعا في درعه الحصينة التي يجعل فيها من يريد، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يغير سوء حالنا بحسن حاله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.